وصلنا معكم لفقرة فيها من الفن والإبداع. لما منمر بالحياة بظروف صعبة وضغوطات حياتية ويومية، كثير منا بيلجأ للموسيقى ليعبر عن حاله أكثر، ليستريح شوي من ضغوطات الحياة، ليتذكر الماضي بتفاصيله. من بين هي الآلات الموسيقية اللي فعلا تاخذنا لعالم ثاني، لعالم من الأصالة والطرب والفن، آلة العود. ضيفنا اليوم عنده موهبة كبيرة بالعزف على آلة العود وطموحه كبير بعالم الفن. خلونا نتعرف سوا على موهبة ضيفنا الأستاذ علي إسماعيل. يسعد صباحك. صباح اهلا وسهلا فيك. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك. دائما وقت نشوف اله العود بنرجع هيك لتراث بيوت اجدادنا. تمام. كان موجود هو خلينا نقول كاركتر بقلب البيت، يعني كان بيدل على العزف الحلو، على الاصاله، على خلينا نقول الجذور. خلينا قبل ما نتعرف عليك ونتعرف على رحلتك نسمع منك هيك معزوفه. تفضل. تكلم عينك وعين المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. عمرناكي بالعز، سوريا ما بتنهزي، عمرناكي بالعز. الله يحمي سوريا ويدوم فيها العز، الله يحمي سوريا ويدوم فيها العز. بلادي ميت الحودور، جند بلادي زهرتنا، وعيونه ميت النجم سهيل يسهر على أمتنا، عيونه ميت النجم سهيل يسهر على أمتنا. سوريا ما بتنهزي، عمرناكي بالعزي، والله يحمي سوريا ويدوم فيها العز، الله يحمي سوريا ويدوم فيها العز. الله يحمي سوريا وجالا ويحمي الجيش العربي السوري. شكرا لك يا رب. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. يعني فعلا صوت العود قديش اليوم حنون ودافي، واللي لفتني اكثر انه انت كمان بتغني وبتعزف. تمام. طيب خلينا نحكي سبب توجهك اليوم لاله العود. هو العود، العود اكثر شيء اللي اعطاني حافز لقدام انه بالاداء والعزف، فلهيك في عندي ميول كثير انه بالتحديد اله العود. يعني قد ايه لك عم تعزف على العود؟ اللي من 2007 2008. اليوم كانوا كفيلين هدول السنوات انك أكيد تكون متمكن أكيد، او بتحس حالك انت اليوم بحاجه اكثر؟ اكيد اكيد انه لقدام، انه بالعلم، العلم والامكانيه بحر. دائما التدريب المستمر دائماً بيثقل هي الموهبه، وخاصه وقت اللي بيكون في فرقه. يعني خبرونا انه اليوم حضرتك عندك فرقه. عندي فرقه كامله ومشارك بالمهرجانات بالحفلات. خلينا نحكي اكثر عن هي الفرقه، هيك فصل لنا اكثر. قد ايه عدد؟ عندي ثلاثه مثلا. ثلاثه؟ عزف الاورج وعزف العود وعزف الكمان. اليوم مشارك بالحفلات وبالمهرجانات. اليوم بتكملوا بعض. تماما. تمام. خلينا نسمع شيء ثاني معزوفة على ذوقك. تكرم عينك. شو بدنا نسمع؟ أغنية بحبك يا ولفي بحبك. قد ايه حلو الأغاني القديمة اليوم نرجع نجددها ونرجع نعيدها على هي الأجيال الجديدة، كرمال هيك الناس أكيد تذكر قديش كان زمن جميل. خلينا نقول بتعطي أصالة، بتعطي هدوء. خلينا نبلش. تمام. تفضل. Thank you.
بحبك يا ولف بحبك والحب جنان والله جنان ويا ويلي مقسى قلبك حجر صوان حجر صوان بحبك يا ولف بحبك والحب جنان والله جنان ويا ويلي مقسى قلبك حجر صوان حجر صوان لولا عيونك ما بغني يا مجنني يا مجنني يلي بيحكي لك عني ريتو ما كان ريتو ما كان لولا عيونك ما بغني يا مجنني يا مجنني يلي بيحكي لك عني ريتو ما كان ريتو ما كان بحبك يا ولف بحبك والحب جنان والله جنان ويا ويلي مقسى قلبك حجر صوان حجر صوان وكاسي من بعدك فاضي كانك راضي كانك راضي نيال وقلبك فاضي وقلبي مليان قلبي مليان بحبك يا ولف بحبك والحب جنان والله جنان ويا ويلي مقسى قلبك حجر صوان حجر صوان سلام الكنترول عم يشرب شوك تمام اسلم هلا نعم كلكم زوخ وكلكم لطافي والله انتم جميعا يعطيك العافية علي يعني مثل ما بنعرف انه آلة العود مرتبطة بالبيئة الريفية بالأصالة والطبيعة اليوم وجودك بطرطوس هل هذا الشيء أثر على اختيارك لآلة العود؟ أكيد أكيد بيضل في تأثير انه كونه ابن البيئة وابن المنطقة وضليت بحلب سنتين كمان هذا شيء مشجعني لقدام يعني طيب علي قبل ما نروحك لمعزوفة ما شاء الله اليوم يعني اللي بسمع علي عندك طبقة كتير عالية يعني نحن عم نسمع ضمن الاستوديو يعني مستضيف كتير احنا بيكون طبقات عادية يعني ولكن اليوم في طبقة دائما بيقولوا أهل الساحل عندهم هي الطبقة الجبلية ما بعرف ليش بشعر انه هاي الطبقة بتروح لوديع الصافي يعني عندك تجربة بأغاني لوديع تماما في شيء هيك حابب تسمعنا فيه؟ يعني خليني اقول احساسي صح اول شيء تغني لوديع؟ تماما ايه لا اكيد اكيد لا بتحس دائما هيك اللي عندهم هدول الطبقات العالية بيقدروا يطلعوا بالاغاني بغنيها وديع تماما اذا حابب تغني لوديع غني حابب تسمعنا شيء على راحتك كمان احنا بننبسط فيه اكيد يا بني ايه يا بني يا بني بلادك قلبك عطيها وغير فكرك ما بيغنيها يا بني محميتها من الويلات ما في حدا غيرك بيحميها بيك موصيلك قبل ما مات بلادك صلاة للحب صليها
وان عليها تقلت الحملات شي عين غدر طلعت فيها مثل الاسد خليك بالحسات صرخة بطل للكون وديها يعني كلكم زوغ كلكم لطافي والله يعني كل حدا عم يسمعك هلا بهيئة الطبقة وبودي يعني استمر أرجوك يعني بهذا المود لأنه جدا جدا محيط فيه شهادة حلوة منكم شهادة بعتز فيها شكرا لك يا علي نورت صباحنا وأكيد نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله الخير إلنا ولكم إن شاء الله وعن بلد جميعا آمين بنتشكر حضورك لليوم وتحياتنا أكيد لكل أهالينا بطرطوس